تحياتي لبندر درون وأيضا للمدفعية للجيش الملكي المغربي التي تقرر مصير كل من تقدم داخل المنطقة العازلة. ويوم أمس في محاولة يائسة جدا، أربعة المركبات ديال رباعية الدفع ديال البوليزاريو تسللوا إلى المنطقة العازلة وضربوا شي مقذوفات قرب منطقة المحبس. وشفنا هذاك المشهد الرائع ديال مغاربة الأقاليم الجنوبية، في الأول سمعوا بعض الأصوات، من بعد تداركوا الموقف ورجعوا ناشطين وفرحانين ويقولوا عاش الملك، وكملوا الاحتفال ديالهم كأن شيئا لم يكن. أربعة مركبات رباعية الدفع، كاين منا اللي تلاقى مع الدرون بندر درون، وكاين اللي تلاقى مع المدفعية ديال الجيش الملكي المغربي. بجوج بيوم قاموا بتقرير المصير ديال أكثر من خمسة الأشخاص، من بينهم قيادي كبير في البوليزاريو، هو هذا اللي جاوب الجواب الخطأ وقال للدرون، قال لي أنا بغيت تقرير المصير، بغيت الاستفتاء. والدرون نوي يلبي لي الطلب ديالو بما ان الجواب كان خاطئا، فدار لي تقرير المصير. وانا بغينا نطرحو سؤال واحد اخر، بما ان الجزائر كدير عمليه تقشف في الميزانيه، فبغينا نسولو الجراروه هاد البوليزاريو هادو كيكونوا لاجئين وتسعاو الماكله وما عندهمش الفلوس وما عندهم لا بترول لا غاز لا والو، يكون ما غير تما في الخيام تما في مخيمات الذل والعار، من يجابو تمن هاد الأسلحة هادو اللي كيضربو تمايا؟ البوليزاريو ولفو يضربو ويهربو مثلا في المناطق الجنوبية ديال الجدار، ولكن في المنطقة الشرقية ديال الجدار مورا المحبس ضربو وما لقاو فين يهربو، والدرون دار ليهم تقرير المصير. وسؤال للبوليزاريو، كون دابا هذيك العملية الإرهابية نجحات وطاحوا هذوك المقذوفات على المدنيين، غتسموا بأنكم قتلتوا خوتكم صحراوة، ياك هذوك صحراوة، ياك كتقولوا بأن هذوك محتلين، فعلاش كتضربوهم بالمقذوفات؟ وهنا خصنا نحللو ونناقشو هاد الموضوع هذا. المهم، رسالة إلى كل شخص أو كل جزائري من العالم الآخر، هاد المرة إلى جيتي قدام درون حاول تقول الصحراء مغربية باش ما يديرلكش تقرير المصير. سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع حاتم المراقب. حلقة غيكون فيها جزئين، الجزء الأول غنتكلمو على عطيطيف والإهانة ديال لافروف اللي دار ليه في الملتقى الروسي الإفريقي، والجزء الثاني غنشوفوا واحد التقرير خطير جدا من الوكالة الإسبانية المشهورة أوروبا بريس اللي كتتكلم على دونالد ترامب، على العلاقة ديالو مع المغرب، على كيفاش غادي يقدر يأثر على إسبانيا مرة أخرى، على التخوف ديالهم من بزاف ديال الأمور، وغيتكلموا أيضا على احتمالية الحرب بين المغرب والجزائر. ما أفضت إليه قمتا سوتشي وسانت بيترسبورغ من قرارات وتوجيهات وتوجهات. عطيطيف، إلا كانت روسيا كتوجهك انت وكتقول لك شنو دير، فهذا ماشي وحال الدول الاخرى الافريقيه. كيفاش توجيهات؟ المهم راه هو غلط في المصطلح، باش تعرفوا بان العقل الباطني ديال العالم الاخر مستعد للاستعمار، عنده قابليه لتقبل الاستعمار، بلاص ما يقول توجهات قال توجيهات الروسيه للدول الافريقيه. ولا عطيتها، الا روسيا كتحملك الاستقلال ديالك وكتحملك البلاد ديالك وكتلعقوا ليها الحذاء ديالها باش تدخلكم البريكس وكتعطيكم توجيهات، فهذا ماشي حال مثلا المغرب ودول اخرى. فزير معنا عطيطيف، كيفاش توجيهات؟ باستكمال مسار تصفية الاستعمار في افريقيا والقضاء عليه قضاء نهائيا، لانه لا مكان للاستعمار قديمه وحديثه في عالم اليوم وفي افريقيا اليوم. ثانيا، تعزيز التعاون. واش لاحظتوا داكشي اللي لاحظت؟ واش لاحظتوا بانه عطيطيف لاول مرة يمنعوا من التكلم على الشعب الصحراوي اللي كان في صباط الجزائر؟ لأول مرة ما كنسمعوش الجمهورية العربية الصحراوية، لأول مرة ما كنسمعوش عطيطيف كيبكي وكيشكي على المنظمين على عدم دعوة البوليزاريو في هذا الملتقى. تكلم فقط غير باش يتكلم على الاستعمار بقديمه وجديده، وعلاش ما تكلمش على الصحراء الغربية اللي كاين في الصباط؟ ياك انت دائما في الملتقيات كتكلم على هذا الموضوع، علاش ما انتقدتيش الملتقى الروسي على انه رفض ادخال البوليزاريو كيف ما دخلتوهم في الحقيبة في الملتقى ديال اليابان، الملتقى الافريقي الياباني؟ فعلاش ما دخلوش هنا؟ وهذا السؤال مطروح. ياك انتوما كنتو كتقولوا للشعب الجزائري ديال العالم الاخر، كنتو كتقولوا ليه لا راه هذا امر واقع والبوليزاريو غتشارك وستشارك في الملتقيات الافريقيه مع الدول العظمى، وقلتوا اليوم راه المخزن تيكذب وهذيك مجرد اشاعه وراه البوليزاريو شاركت مع اليابان، من بعد شنا ما شاركتش مع الصين، ودابا كنشوفوها ما كتشاركش مع روسيا. ياك ما فيهم الرواح حتى هما وضاربهم البرد وما قدروش يجيو. وعطيتي، فعلاش مالك؟ شكون اللي منعك انك تتكلم على
البوليزاريو. شكون اللي منعك انك تتكلم على شكون هما هاد المستعمر القديم والجديد؟ بطبيعة الحال اللي منعو جالس حداه هو لافروف، صاحب المقولة الشهيرة ديال الجزائر: لا وزن ولا هيبة ولا مكانة لها. لافروف قبل الملتقى قال لهم: شوفوا البوليزاريو ما يجيوش. قال لهم ثاني حاجة، عطي طيف منين يقول الكلمة ديالو، ممنوع عليه ان يتكلم على الصحراء الغربيه او البوليزاري. تشمد السيد الروسي اللي كيقدم توجيهات الى العالم الاخر الجزائري، قال لهم: اوهوي لا لا لا، ممنوع تتكلموا على الصحراء الغربيه او تصفيه العصير او تقرير العصير او تكرير العصير او اي حاجه. عطيته في مرقه ما يقول، ويقول لهم تصفيه الاستعمار بقديمه وجديده. هل كاين شي استعمار قديم وجديد في افريقيا؟ المهم عطيطيف، بما انك لم تتجرأ على التكلم على البوليزاريو، فحنا غنفهمو بالكلام ديالك عندما تكلمت على الاستعمار القديم والجديد، غنفهمو الاستعمار ديال الجزائر لجمهورية القبائل، وغنفهمو الاستعمار الاسباني لبعض الجزر وسبته ومليليا، وغنفهمو الاستعمار الفرنسي الجزائري لمناطق بحر الصحراء الشرقية ومناطق تونسية وغيرها. هادشي اللي غنفهمو بما انك لم تحدد. وحتى روسيا مع كتقدم لهم توجيهات وكتقول لهم لا وزن ولا هيبة ولا مكانة لكم، قاطع فيهم الحس. اعطي طيف موالف كيبدا يبكي ويشكي منين ما كيعيطوش لهم البوليزاري. هاد المرة حتى هذاك البكا والشكا منعاتو عليهم روسيا. الحق راه يد جدك والمخزن دابا، بما انه روسيا منعاتكم، يعني المخزن يتحكموا في روسيا. بعد انه المخزن اكتشفنا انه كيتحكم في الولايات المتحده الامريكيه، دابا ولينا كنشوفوا عطيطيف مسكين مدلول، ما قادرش يتكلم على البوليزاريو والو، ما جبدوش الحس ديالو. وتحيه لافروف المربي ديال الحاضره او مربي العالم الاخر. المقاله اللي نشرت في وكاله الانباء الاسبانيه المشهوره جدا اوروبا بريس كانت بعنوان عوده ترامب ستشجع المغرب وتؤثر على اسبانيا. وهنا غنتكلموا ماشي على الدوله الاسبانيه، غير باش الناس ما يفهموش، حنا في هذه القناة ما كنجيوش نقول لكم تقرير من المخابرات، لا، هذا تقرير إعلامي في خبراء ديال القانون الدولي وديال الدبلوماسية وديال دكاترة كيقريو في الجامعات الإسبانية، كيعطيو وجهات النظر ديالهم على ماذا سيقع من بعد عودة ترامب وكيفاش هادشي ممكن يأثر على إسبانيا لصالح المغرب. وبطبيعة الحال هاد الخبراء هما اللي كيكونوا الرأي العام الإسباني وأيضا الرأي العام ديال الحكومة الإسبانية، غير باش تكون الأمور واضحة، لأنه كاين بزاف المغالطات، كاين بزاف الناس كيجيبوا تقارير إعلامية وكيقولك تقارير ديال المخابرات وديال الدولة، هادو تقارير إعلامية ديال خبراء في الدبلوماسية الدولية ودكاترة في الجامعات وأساتذة كيعطيو وجهة الرأي ديالهم من بعد ما شافوا أن ترامب ربح الانتخابات. أول جملة تكتبت في المقال هو أنه من المرجح أن دونالد ترامب سيفتتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، وهو ما سيجعل الرباط أو المغرب يضغط على إسبانيا للحصول على خطوات أخرى من إسبانيا في ملف الصحراء الغربية المغربية. واستندوا الكلام ديال ويري إدوار سولير اللي هو أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات الإسبانية، قال لهم بان عوده ترامب غادي يخليه يكمل البرنامج ديالو بافتتاح قنصليه في الداخله والمشاريع، وايضا غادي يخلي المغرب يزيد الضغط ديالو على اسبانيا للحصول على اكثر من الاعتراف بالحكم الذاتي ومغربيه الصحراء. وقال ربما يضغط على اسبانيا باش تفتح حتى هي بالدور ديالها قنصليه في الصحراء المغربيه، وربما ما يمشيش معها حتى لهاد الخطوات. هنا شنو كنفهموا؟ كنفهموا على انه هذوك الاغبياء العدميه اللي كيقول لك شنو كنا غنستافدوا ولا شنو استفدنا من الموقف ديال الولايات المتحده الامريكيه، احنا دابا مازال ما دونالد ترامب مازال ما خدا كاع الرئاسه، باقي شحال من شهر باش ياخذ الرئاسه. شوفوا الجزائريين دايرين العزاء والعشاء في الشيراطون فورا فورا، الاسبان بداو كيترعدوا من دابا، ويجي يقول لك واحد شنو ربحنا من هاد الولايات المتحده الامريكيه. هادشي دابا راه الاسبان كيترعدوا والجزائريين كيترعدوا، ودونالد ترامب تلقى كاع نسى بانه كاين شي ملف ديال الصحراء وديال القنصليه. ولكن عجبني جلاله الملك نصره الله واياده كان من الاوائل اللي هنؤوا بالفوز ديالو، عكس مثلا فاش طلع جو بايدن او جون بايدن حسب الجزائريين ما هنؤوش بالزربه. هذيك التهنئه اللي فيها ديال عندنا علاقه جيده ونتذكر الموقف الامريكي في الاعتراف، هذيك كيفكروا من النهار الاول يقول لي دونالد ترامب نخليك تقضي غراضك في الملف الاوكراني الروسي وفي غزه، ولكن اجي عندنا من بعد. ونفس الدكتور في العلاقات الدوليه قال بانه الدوله الاسبانيه مثلا ممكن تفكر في فتح مركز ديال الثقافات واللغه داك سيرفانتيز
يحلوا في مدن صحراويه مغربيه، يعني باش يسابقوا نوعا ما الضغط الامريكي المغربي عليهم، حيث الاعتراف بمغربيه الصحراء عبر الحكم الذاتي ماشي هو الاعتراف الامريكي الصريح والقانوني والدولي، وماشي هو افتتاح قنصليه في الصحراء. فإلى اسبانيا وفرنسا والمانيا فتحوا قنصليات ديالهم او حتى مكاتب قنصليه ماشي حتى قنصليات الصحراء المغربيه، فصافي راه سدات مادام كيف ما كنقول. هذا الخبير قال بان عوده ترامب ربما تخلي المغرب انه يكون مراضيش على الموقف الاسباني، ويبغي ياخذ اكثر من الموقف الاسباني الحالي اللي هو موقف تاريخيا مرضي جدا، باعتبار ان اسبانيا كانت من الدول اللي كتحفر لنا في الملف ديال الصحراء الغربيه المغربي. فعندما تم تحييد اسبانيا في هذا الملف وبقات كتدخل فيه ولات كتعترف بمغربيه الصحراء والحكم الذاتي، فهذا بحد ذاته انجاز. ولكن بعوده ترامب ربما المغرب يضغط عليها اكثر، وهذا هو التخوف الاسباني. انا ما كنقول لكم شنو المغرب غادي يدير، المغرب يقدر يقول بانه الضغط على اسبانيا ما ينفعناش حاليا، ربما مثلا نحاولوا نجيبوا بريطانيا تاكل الحريره والبسطيله، وربما مثلا نحاولوا ناخذوا موقفنا عند الصين من عند روسيا. ربما هذا الكلام ديال الخبراء الاسبان ما يكونش صحيح، ولكن انا كنقربكم من وجهه نظر ديال النخبه المثقفه اللي كاينه في اسبانيا، اللي هي كتشكل الراي العام الاسباني وربما حتى الراي العام او الخطوات اللي كتاخذها الحكومه. نفس الخبير قال بان الدبلوماسيه المغربيه دبلوماسيه قويه وذكيه وتتحين الفرص، يعني كتختار الوقت الملائم للضغط او لعدم فعل اي شيء. وقال لهم انه ناصر بوريطا باقي في وزارة الداخلية وكانت عنده علاقات وطيدة مع الادارة ديال دونالد ترامب، هذا الشيء غادي يخلي بانه الامور غتكون سلسة جدا بين الادارة الجديدة ديال ترامب وبين السيد ناصر بوريطا والمملكة المغربية. الخبير الثاني لورانس اللي هو أستاذ العلاقات الدولية أيضا في الجامعات قال بأن عودة ترامب غتخلي المغرب أكثر جرأة في المنطقة وأكثر جرأة في العلاقة ديالو مع إسبانيا. والخبيرين تيقولوا بأنه هادشي اللي وقع دابا عودة ترامب غتخلي المغرب أقوى في المنطقة وأكثر جرأة، وممكن أنه يضغط على إسبانيا، وأيضا قال لك ممكن الأمور تتطور إلى مواجهة مباشرة بين المغرب والجزائر. علاش؟ لأن المغرب قال لك غيكون أكثر قوة بالدعم ديال الإدارة الأمريكية ديال دونالد ترامب، وأيضا قال لك الجزائر حاليا كتحس بالعزلة وبواحد الضعف كبير يقدر يخليها تمشي لمواجهة مباشرة باش تحاول توقف المغرب. أو ناخذ المصطلح اللي تقال في المقال، قال لك الجزائر تقدر دير الخطوة وتمشي لمواجهة مباشرة باش توقف الهيمنة ديال المغرب على المنطقة. وهذا الأمر هذا الإسبان متخوفين منه. علاش؟ لأنه في حالة حرب بين البلدين فأول متضررين هي أوروبا وخاصة إسبانيا، لأن ديك الساعة المهاجرين غيقدروا يطلبوا اللجوء حسب القوانين الأوروبية، القوانين الأوروبية ديال الهجرة اللي كنذكركم على أن دابا الاتحاد الأوروبي كيحاول يغير فيها ويبدلها. مثلا طالبي اللجوء يبداو يطلبوا اللجوء في البلد ديالهم أو في بلد ثاني في القارة ديالهم قبل ما يجيو أوروبا. هاد الأمور مازال ما دارتش، ولكن دابا هاد الخبراء الإسبان متخوفين من هاد القضية هادي. وهنا راه كيتكلموا على ان الجزائر هي اللي غتبدا الحرب، وراه هاد القضية هادي مهمة جدا. الا لاحظتوا في الاستعراض ديال العنصر الكلبي ديال العالم الاخر الاخير، كذبون خدا الكلمة وقال لهم بانه الجيش الجزائري هو مهمته الدفاع فقط ولن يتهجم على اي دولة. هنا كذبون تيحاول يحط نقط فوق الحروف يقول لهم بانه احنا ما عمرنا غنهجموا على المغرب. ولكن الخبراء الاسبان وحتى السيد ناصر بوريطا قال بما انه الجزائر غدا في الخسران حمادي، وبما انها كتضعف نهار على نهار، وهادشي بمباركه الرئاسه ديال كدبون الله يطول لنا في عمره، وكيف ما قال عبد السمار اللي عاقبنا قال لي عمر المغاربه مستعدين يخلصوا الفلوس يعطيو اموال باش كدبون يستمر في الرئاسه هو وشنقريح، صراحه اول مره كيكون ذكي وكيعاقبنا. ففي هذه الحاله الجزائر ربما غتحاول جر المغرب الى الحرب باش هو يبدع، باش ما تسمىش الجزائر هي اللي كتعدى بحال دابا روسيا هي اللي دخلت على اوكرانيا ماشي العكس. فالمنتظم الدولي دائما كيساند هذاك اللي تعدوا عليه. المغرب نفس الشيء، المغرب كيف ما قال جلاله الملك نصره الله وايده منذ سنوات ودائما، وكاع الملوك ديال المغرب تيقولوا باننا حنا ما عمرنا غنهجموا على الجزائر. فهذا هو التخوف. دابا الجزائر الخبراء والسيد ناصر بوريطا والجميع عارفين بان صافي ولات في الكوان، عرفتي الكوان يعني شدوها صافي ولات محاصره معزوله ضعيفه. فشنو كيديروا في هذه الحالات؟ الدول كيحاولوا يختلقوا واحد الحرب باش يبينوا على انهم موجودين، وباش المنتدى الدولي يتدخل ويدير الوساطه
ويرجعوا الامور للسابق العهد ديالهم ويكون عاوتاني توازن، لان في صالح اسبانيا والدول الاوروبيه ان المغرب والجزائر يكونوا في حاله توازن وحتى شي واحد ما يهجم على الاخر في الحرب. وغنقول لكم الجمله اللي قالوا هاد الخبراء على اسبان: الجزائر قد تبالغ في رد فعلها لانها حاليا تشعر بالنقص وترى ان الوقت قد حان لايقاف المغرب. وفي نهايه المقال قالوا بانه حاليا المغرب والجزائر غير مهتمين بمواجهه مباشره او بحرب مباشره. حسب الراي الشخصي اعتقد ان المغرب كيتسنى الجزائر دير الغلط باش يدخل عليها كيف ما دخلنا عليها في حرب الرمال، والجزائر حتى هي كتسنى شي خطأ فادح من المغرب باش تحاول تعطي تبرير لمواجهه عسكريه محدوده في شي بلاصه معينه باش يعاودوا يخلطوا الاوراق ويعاودوا يوقفوا الهيبه المغربيه على المنطقه. واش سمعتيها بصبع؟ ماشي المغاربه ولا المخازنيه اللي كيقولوا هذا الكلام، هادو راه خبراء دوليين في العلاقات الدوليه وفي الجامعات الاسبانيه ودكاتره قدهم قداش كيقولوا هذا الكلام، يعترفون بهيمنه المغرب وكيعترفوا بان عوده دونالد ترامب هي في صالح المغرب وفي صالح هيمنته على المنطقه. وباش كيعجبني ترامب واتي زعزع بنادم وقبل حتى ما يقول كلمه واحده. قطر سمعات ترامب جاي جرات على المكتب التنفيذي ديال حماس في قطر قبل ايام من دخوله الى البيت الابيض، غتسمع روسيا وقفت الحرب والحرب في الشرق الاوسط وقفات وكل شيء غيتقال. وتحيه ترامب وتحيه كدبون وتحيه تنقريحه، والله يخليكم لينا بثلاثه نتوما. نكتفي بهذا القصف، كان معكم حاتم المرابط، كنعتذر مره اخرى على الصوت ديالي مدعدع شويه، بان لي الا درت شي برنامج ديال ناسيونال جيوغرافي كيطلع واعر الصوت ديال المعلقين. كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.